لكن في الوقت الحالي حتى الرياضة بقينا محرومين منها. طبعا الرياضة مش بس بتساعدنا على ان احنا تكون اجسامنا يعني رياضية، ولكن ممكن كمان لها علاقة بتقوية القلب، لها علاقة بتصفية الذهن، وحتى كمان فقدان الوزن للناس اللي طبعا ممكن يكونوا في الفترة دي الاوزان ازدادت كثيرا يعني. فالرياضة يعني ما نقدرش نستغنى عنها في حياتنا، ولذلك أصبح هناك نداءات من عدة يعني أطراف بتطالبنا إن احنا نمارس رياضة حتى في هذه الأوقات وفي ظل هذه الظروف، ولكن هتتحول الرياضة ككل شيء آخر إلى رياضة منزلية. إزاي نعمل ده؟ إزاي نهتم بممارسة الرياضة حتى وإحنا في منازلنا وفي ظل هذه الظروف؟ هناك مبادرة أطلقها ضيفي وهي باسم عش رياضي، هنتعرف عليها من خلال هذه الحلقة معي كابتن مؤمن كمال مدرب كاراتيه. اهلا وسهلا بحضرتك. اهلا وسهلا بحضرتك. طبعا كل سنه وحضراتكم طيبين مشاهدينا الكرام، طبعا يوم جميل عيد علينا كلنا، اتمنى ان شاء الله انه يمر بسلام ونستمتع باوقاتنا في البيت. يعني اكيد طبعا في الوقت الحالي الرياضه مهمه يمكن اكتر من الاوقات العاديه. في الاوقات العاديه كنا بنمشي بنتحرك اكتر، دلوقتي حركتنا بقت محدوده، فمع القعدة في البيت لفترات طويلة بالتالي ممكن ان ناس كتير تزداد وزنا يعني. يعني كلمنا في البداية عن مبادرتك، وهل ده السبب اللي يعني اطلقتها بسببه يعني؟ هو في الحقيقه المبادره دي انا يعني بقالي حوالي في حدود سنه او اكتر بتكلم عنها وبحاول انشرها، مبادره عش رياضي دي من فترة من يعني. فتره. والهدف منها هو تقويه جهاز المناعه، لان اهم حاجه عند الانسان صحته، اهم حاجه قبل المال. فالاهتمام بالصحه ينتج في الاقتصاد اكتر، يخلي العامل في المصنع يشتغل اكتر صحته افضل، يخلي الطالب الدوره الدمويه عنده وفكره واسلوبه للمذاكره او للتعليم افضل. الصحه العامه عموما كلها بتكون صحه بدنيه وصحه ذهنيه. طبعا طبعا، ونفسيه كمان، مش مجرد بس ان هي صحه يعني بدنيه او صحه عقليه او ذهنيه، لا نفسيه كمان. المبادره احنا يمكن هنتكلم عن الرياضه، احنا دلوقتي في امس الحاجه للرياضه، مش مجرد قبل كده، لا احنا دلوقتي عرفنا قيمه الرياضه، لان الرياضه هي من سبل تقويه جهاز المناعه ومن الدرجه الاولى. ان اهميه الرياضه لجهاز المناعه اهميه كبيره جدا، ويمكن هو ده وسيله دفاعنا عن هذا المرض الخفي يعني في الوقت الحالي، ان يكون طبعا جهاز المناعه في حاله جيده في ظل عدم وجود علاج لهذا الفيروس. طبعا، وخصوصا كمان احنا كلنا دلوقتي قاعدين في البيت، يعني اغلبيتنا مش بنصاب، بس يعني لو احنا مش هنصاب من مرض، لا، ما هو احنا بنحصن نفسنا لما يكون جهاز المناعة قوي، بنحصن نفسنا من الأمراض بشكل عام يعني. طبعا، عموما الرياضة بتحاول تخلي ضربات القلب أكتر، الدورة هو القلب الدموية ده عبارة ايه؟ عن ايه؟ عضلة. العضلة، صح، تمام. والرياضة عشان تقوي العضلات، فيعني برضو القلب ده مهم جدا للإنسان يعني. تمام، بتخلي الدورة الدموية تشتغل بصورة أعلى، كفاءة أعلى، بتساعد الجسم والخلايا على التكاثر وإن هي تبقى مضاد للفيروسات والبكتيريا في العام، يعني مش شرط بس فيروس كورونا، لا ده إحنا أصلا يعني الرياضة هتمنعنا وتحمينا وتخلي في عندنا وقاية جامدة جدا تحارب بيها أي فيروسات أي بكتيريا. وكمان عندنا حاجة مهمة جدا، احنا معظمنا قاعدين في البيت عشان خاطر طبعا لازم نسمع إرشادات الدولة، ولازم كلنا نبقى متكاتفين على ان احنا القضاء على فيروس كورونا وان احنا نحمي نفسنا. فبالتالي احنا قعدتنا في البيت، اغلبيه الناس دلوقتي انا بشوفهم على اي مواقع التواصل النفسيه بتاعتهم بقت مش حلوه، يعني معظم الناس نفسيتهم مش حلوه، بقى معظمنا عايشين حياه سلبيه شويه، قاعدين في البيت الموضوع بيتكرر. فانا عايز اقول ان الرياضه ليها عامل اساسي للحاله النفسيه لتحسينها، تحسين الحاله النفسيه، يعني اللي عنده مشكلة نفسية لو مارس رياضة هيبقى مبسوط، مش هيحس بالتعب النفسي اللي بيحسه في البيت، بالعكس هرمون السعادة عنده بيتم إفرازه بشكل كويس جدا، بيحس ان هو مبسوط وسعيد، مش ان هو حاسس ان هو
في طبعا الفترة دي احنا العالم كله تحت ضغط، يعني الواحد دلوقتي بقى عنده حالة من الوسوسة من أي حاجة صغيرة بيعملها، فبالتالي الضغوط اللي بتبقى علينا دي الرياضة ليها دور كبير في إن احنا يعني تبتعد عننا يعني. طبعا طبعا، اللي بتفضي الطاقه السلبيه اللي عندك وبتديك طاقه ايجابيه من خلال بعض يعني لو يعني اتكلم عليها باسلوب عادي يعني طبيعي، ان هي بتفرز هرمون السعاده في المخ، فبتخلي الانسان يعيش حياه سعيده مبسوط، مش حاسس بقلق بارق بتوتر، لان البعد عن الرياضه بتزود التوتر. فلما بمارس رياضه انا بضيع حته التوتر عندي، بالعكس انا بحس بثقه في نفسي، بحس ان صحتي بقت افضل، ويعني احنا دلوقتي كلنا في محنه، فيا ريت كلنا نعرف ان المحنه اللي احنا فيها دي بيجي معاها منحه احنا اللي لازم ندور عليها، اكيد نهتم بجسمنا، نهتم بصحتنا اكيد احنا في الفتره دي هنكتسب عادات، او ممكن نكون اكتسبنا عادات اكيد هتفضل مستمره معانا حتى بعد انتهاء هذا الوباء. تمام، لان احنا دلوقتي بنشتغل كلنا، بنراجع نفسنا يعني، كل الناس اللي بعد موضوع فيروس كورونا كلنا بنراجع نفسنا، قاعدين في البيوت بقى عندنا فتره نفكر، مده كبيره نفكر فيها عن حياتنا، السلبيات اللي كانت في حياتنا بنبعدها. هنلاقي في حاجات كتير كنا ممكن بنعملها في العادي بقينا ممكن نقدر نستغنى عنها يعني. طبعا كتير جدا، حاجات كتيره جدا يعني، القعد مثلا على الكافيهات، القهاوي، الحاجات، الناس المدخنه كده، الناس دي كلها بقت خلاص يعني بقت محدوده يعني. الابن او الشاب لما كان بينزل وبينزل في الشارع عشان يشرب سجاير او يدخن او الكلام ده كله، دلوقتي هو قاعد في البيت، فبقى يعني خلاص بقى قدام امر واقع. فاحنا بقى لما ندعمه بالرياضه فاحنا كده بنقويه بقى، اللي هو لما نخلص من الأزمة. اعتقد دي ان اكتر ناس حاسه بالحبسه اللي احنا فيها هم الرياضيين في الوقت الحالي. الرياضي يعني متعود ان هو يتحرك كتير، ينتقل من مكان لمكان، يجري، يتنطط، يروح نوادي، دلوقتي طبعا ما فيش الكلام ده، فهو اكتر شخص ممكن يكون يعني متضايق من الحاله ديت بتسود العالم كله. ده حقيقي، عشان كده برضو احنا يعني مجرد ان جت الازمه دي ما سكتناش، فكرنا في حلول. ويمكن الحلول مش هتدينا الكفاءه بنسبه 100%، بس هي مش هتقعدنا. كل حاجه لازم يكون لها بديل، يعني كويس ان احنا عندنا بدائل. بالظبط، يعني دلوقتي الجيم، دلوقتي مفيش حاجه اسمها تروح جيم دلوقتي، مفيش. لكن في شغل اونلاين، يعني بدون ذكر اسامي المواقع التواصل او الابلكيشنات اللي بتساعدنا على الاونلاين، يقدر دلوقتي المدرب يتواصل مع لعيبته يعني. انا عندي بس كلهم بيلعبوا في بيتهم، في بيوتهم، في بيوتهم، في بيوتهم. ده بقى يدينا ايه احنا مستقبليا؟ ان احنا دلوقتي كل اب او كل ام ابنها رياضي او ابنها مش رياضي يخلي في جزء. لا، احنا عايزين الرياضه تبقى للجميع، لكل الناس يعني، بالذات في الوقت الحالي يعني، حتى اللي ما كانش بيمارس رياضه في الوقت العادي طبيعي قبل الازمه يبتدي يهتم بيها دلوقتي. طبعا، والموضوع اعتقد انه مش مقتصر بس على ممارسه تمرينات رياضيه، احنا ممكن في حركتنا في البيت، نازلين سلم، طالعين سلم، نبعد بقى يعني، في اكيد حاجات كتير ممكن نعملها تخلي جسمنا في حركة مستمرة، وبالتالي ده في حد ذاته نوع من الرياضة يعني. الرياضة مش بس انك تروح لصالة جيم ولا انك تروح نادي، لا، الرياضة ممكن نمارسها في حياتنا في ابسط الانشطة اليومية يعني. هو مجرد ان جسمي يبقى اكتيفيتي، يتحرك كتير، ده في حد ذاته هو بيحرك العضلات كلها، فده بينشط له الدورة الدموية وبيقوي جهاز المناعة. فهو النهاردة انا ممكن عايز انزل السلم، بدل ما انزل على الاسانسير لا انزل على السلم، بدل ما هركب مواصلات لا انا هتمشى شويه، وبالذات بقى لو ايه في حدود الوقت المسموح لينا، في قبل فترات الحظر، وبعيدا عن الزحام، وبعيدا عن الزحام. بالظبط، الاماكن المفتوحه مهم جدا ان انا اتمشى نص ساعه يوميا، ده شيء مهم جدا. النهارده يعني يعتبر في خبر سعيد شويه ان المانيا بدات تخف الضغط، العزله اللي عاملينها في مجتمعهم، بدأت الحياة تعود تدريجيا إلى طبيعتها، لكن واخدين احتياطاتهم ثقافة يعني، الخروج بماسكات، التواجد في أماكن يكون فيه تباعد بين الناس، مسافة لا تقل عن مترين،
فاحنا برضو عايزين نلتزم بالتعليمات ديت، عشان في ناس كتير مش بتاخد بالها من الامور دي، احيانا بيبقى في اماكن زحمة، فلازم ناخد بالنا ان يكون في مساحات بيننا وبين بعض، ما نكونش كده ملزقين في بعض، يعني لازم يكون في مسافات لا تقل عن مترين، يعني يبقى مظبوط حواليك كده مترين من كل الجوانب. مظبوط دي مظبوط امور يعني كتير من الناس مش واخدين بالهم منها. طبعا الوقايه خير من العلاج، واهم حاجه اخلي بالي من ايدي على طول، ايديا تبقى باستمرار نظيفه متعقمه. لازم الماسك بتاعي لو هنزل في اماكن مزدحمه شويه، ولو برضو مش هنزل في اماكن مزدحمه انزل بالماسك بتاعي عشان ما اضمنش برضو ما هو ما يمسش الاجراءات اصلا. اللي اخذتها الدوله في يوم زي النهارده ليه؟ ما هي عشان طبعا مهم جدا، اه مهم جدا عشان خاطر ما يحصلش ازدحام. يعني هي العدوى بتنتقل من الناس من بعضها لبعضها، فبالتالي في حالة العزلة يعني اعتقد يعني ده سلاح مش صعب ان احنا نحارب بيه عدو. لا ده اهم سلاح اللي احنا نعمله ده، السلاح الوقاية خير ما من هو ما العلاج. هو الفيروس ده عدو، يعني احنا بالظبط العالم كله حاليا بيعيش في حرب عالمية، ولكن بالظبط حرب عالمية ضد فيروس. العالم كله المفترض ان هو متكتل مع بعضه ضد هذا الفيروس. عشان كده برضو انا بدعو الناس ان هم يبقوا في تكاتف مع بعض، يتكتلوا مع بعض عشان نعبر الازمه دي، لان بدون التكاتف مع بعض مش هنعرف نعبرها. بالعكس احنا كلنا يعني عايشين مع بعض في بلد واحده، في اخوات مع بعض في بلد واحده، والوطن العربي كله وكل العالم، لو حصل تكاتف كلنا هنخرج من الازمه دي سالمين. بالعكس هنقدر ننهض تاني للافضل، بس بقى نراجع نفسنا ونصلح عاداتنا وتقاليدنا الخاطئه السابقه. ان احنا نمارس رياضه، ان احنا النظافه نفسها الشخصيه بتاعت الايدين تبقى باستمرار اكتر. نرجع تاني للعادات القديمه، لما كان حد عنده برد بيقعد في البيت ما بيروحش المدرسه ما بيروحش التمرين. طيب يا احنا معذور معانا مداخله تليفونيه، كابتن عز. مساء السلام الخير. عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. ازيك يا فندم؟ عامل ايه؟ الحمد لله زي استاذ ياسر، منور الدنيا. ربنا يكرمك يا رب. والكابتن مؤمن طبعا منور الدنيا. بنورك يا كابتن ياسر. ربي يخليك. اتفضل يا فندم. هو كنا عايزين بس نشارك مع حضرتك ونشكركم الاول على دعوتكم الجميله لمبادره عيش رياضي. علشان فعلا دي حاجه مهمه جدا. اكيد الوقت في الحالي يعني الناس كتير قاعده في بيوتها، فمحتاجين رياضه منزليه بقى. والله احنا محتاجين رياضه منزليه ورياضه مفتوحه حتى لو في الجو مفتوح صباحي كده. حضرتك يعني بتمارس رياضه ايه؟ انا مدرب فرق كاراتيه. برضو كاراتيه. تمام. وليا شرف ان احنا نكون مع كابتن مؤمن. يعني ربنا يخليك كابتن. ازاي بتتعامل في الفتره الحاليه يعني، وازاي عجبتك واستفدت من مبادره عيش رياضي؟ والله احنا المبادره عجبتنا لان كان في دعوه عامه ان احنا نعمل نعيش في وقت مفتوح صباحي كده بعيد عن اي زحومات طرق او اي التحامات. طلعنا وعملنا التريننج ده، التمرينات بتاعتنا، وكانت مبادره فعلا جميله خالص، كان جو مفتوح وكان التدريبات كانت قويه وجميله. كنتوا واخدين احتياطاتكم بقى في التباعد؟ اهم حاجه كان كابتن مؤمن كان عامل دعوته ان احنا اهم حاجه قبل ما نعمل ممارسه رياضه او قبل اي نشاط نقوم بيه نكون بقى معانا الكمامات ومعانا الكحول بتاعنا في ايدينا، فرق المسافات. علشان خاطر واحنا بنأدي رياضتنا نأديها واحنا في امان، سيفتي عندنا امان. احنا عايزين دلوقتي في الوقت الحالي باعتباركم رياضيين تهتموا برضو بتوصيل الرسالة للناس في المنازل ان هي تمارس الرياضة، وممكن لو في حتى رياضة جماعية اونلاين تعملوها تبقى حاجة كويسة برضو. والله احنا الدعوة بتاعتنا العامة الكبيرة دي علشان خاطر انت عارف سيادتك القعدة في البيت بتأدي لامراض كتيرة جدا، او بلاش امراض، بتخلي الجسم دايما في حالة زيادة. وبتأثر بقى على الدهون في الجسم، ممكن تزيد حاجات كتير قوي، احنا بنحاول نعمل لها تفادي يعني. تمام. هو كان بس في سؤال لكابتن مؤمن ان امكن ان انا اخش. اتفضل اتفضل. ربنا يخليك. السلام عليكم كابتن مؤمن. السلام عليكم، ازيك يا كابتن عز؟ ازي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله انا وحضرتك. منور طبعا الشاشه بتاعتنا، وانت واستاذ ياسر طبعا منورين الدنيا. ربنا يخليك يا رب. ربي يخليك. وانا بس كان ليا سؤال صغير، احنا
كيفيه التعامل من خلال الانترنت على التدريبات، وهل هي فعلا بتوصل المعلومه للاولاد كامله ولا بيبقى فيها قصور؟ تمام. هو من خلال الاونلاين يعني اغلبيتنا كلنا بنستخدم الموبايلات الفتره اللي فاتت دي، اولادنا كان ارتباطهم بالموبايل قد يكون. طيب في اي استفسار تاني حضرتك؟ وفي سؤال تاني بعد كابتن آه. بس ما يجاوب لي امكن مش هاخد وقت كتير يعني. طب اتفضل ملي السؤال التاني. طيب والسؤال التاني ممارسه الرياضه الكاراتيه بالتحديد، هل من خلال اونلاين بتعلي المهاره بشكل دائم ولا بيبقى فيه طبعا بعد المدرب عن اللاعب ممكن يؤثر على بعض التكنيكات او 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 خلال. تمام شكرا لحضرتك. شكرا 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 شكرا, شكراً. هو السؤال الاولاني الاونلاين فكره جميله جدا، وفي منصات كتيره جدا اتفتحت مجانيه كانت بفلوس جميله جدا. هو ليه بقى ليه جميله؟ لان اللاعب دلوقتي او الطفل عموما او الشاب كل وقته على الموبايل في السوشيال ميديا، فتركيزه كله على الموبايل. فلما انا خلي التدريب بتاعي على عن طريق اونلاين عن طريق الموبايل، هيبقى ماسك من الموبايل مركز في المدرب اللي قدامه فبيأدي حركات، وخصوصا في الوقت ده لان الانسان لما بيكون في ازمه بيكون اكتر تحدي واصرار، فبيوصل له المعلومه وبيتمرن بتركيز عالي، بالعكس بيبقى مشتاق لانه قعد بقى كان رياضي وقعد ومش عارف يمارس رياضه. يعني هدي لك مثال، يعني مهما مثلا لو احنا بنتكلم عن الطلاب مهما عملوا امتحانات تجريبيه مش هتكون بنفس ادائهم في الامتحان اللي بجد الحقيقي. تمام مظبوط مظبوط. وكل شيء بتعود يعني كل حاجه في بدايتها صعبه، لكن مع التكرار هيحصل ابداع، الابداع ده هيظهر نماذج. احنا دلوقتي في اختبار حقيقي، احنا دلوقتي في اختبار حقيقي، فبالتالي زي ما حضرتك قلت هنكون اكتر تحدي. بالظبط بالظبط، واصرار. فلما اكون عندي اصرار وتحدي تركيزي هيبقى عالي، هحاول اتجنب الاخطاء، هبقى عندي يعني الصحوة بتاعتي خلاص. طيب السؤال الثاني، مدى تأثر الرياضي لاعب الكاراتيه الرياضي مع مدربه يعني. تمام. هو يعني نقول كده في البداية ان معظمنا الاونلاين برضو ليه في الحركات، ان انا اشتغل النت مش بيقطع، النت يفصل، عندي مشكله في الراوتر، عندي مشكله في اي حاجه، لكن اقدر اشتغل على المهارات السابقه وتكرارها المدرب يقدر يشرح عليها، بحيث ان هو مش هيقدر يشرح حاجه جديده لان مش هيقدر يوصل الحركه، بس اقدر احافظ على اللي فات. تمام. معانا مداخله تليفونيه. مدام عزيزه، والده بطله رياضه تقى، اهلا بحضرتك. السلام عليكم. وعليكم السلام. ازي حضرتك كابتن مؤمن؟ ازي حضرتك استاذ ياسر؟ اهلا بحضرتك فندم. اهلا بحضرتك. طبعا طيب. وحضرتك طيب وبخير يا رب. طبعا انا عايزه اقول ان كابتن مؤمن وكابتن عز كانوا من اول الناس اللي عملوا معانا مبادره الاونلاين، ودي كانت حاجه جميله جدا. وفعلا افادت ولادنا كلهم، افادت الفريق بالكامل، لان احنا كنا عندنا بطولات، والبطولات دي طبعا تم تاجيلها، والولاد كانوا داخلين على بطولات كبيره لسن ال 11 سنه وال 12 سنه، والتانيين كانوا لسه الكبار برضه مخلصين بطولاتهم، فقعدتهم في البيت زودت وزنهم بشكل تقيل قوي وبشكل صعب جدا. فاحنا فوجئنا بكابتن مؤمن عمل المبادره دي، وكانت مبادره جميله يعني. فعلا احنا بننادي ان كل الناس تخش فيها، ان احنا نبقى على الاونلاين مع بعض، نتواصل مع بعض. الموضوع مش مادي اكتر ما هو رياضي اكتر. ما هو محافظه على صحتهم. وفعلا هو قدر يخلي عندنا ثلاث ولاد ما شاء الله، يعني انا واحده من عندي ثلاث ولاد، قدر يخليهم لي ابطال، قدر يخليهم الصغير قبل الكبير قادر يشيل نفسه. ففعلا الرياضه فعلا اهم من التعليم، اهم من الاكل، اهم من الشرب، لانها بتشيل جسم البني ادم. فانا حبيت اشكره على الهوا معاكم هو وكابتن عز، وكل مدرب قدر يعمل مبادره الاونلاين دي. تمام. شكرا لحضرتك، شكرا لمداخلتك الجميله. يعني طبعا اكيد الصحه هي اساس كل شيء، يعني هي اغلى حاجه في حياتنا. طبعا بدون الصحه مش هنعرف نعمل اي نشاط. بالظبط. فالصحه بتشمل ايه؟ بتشمل الرياضه والتغذيه، النوم بدري، يعني النوم بدري، عدد ساعات كافيه، يعني برضو مش عايزين ايه يعني اقول انا رياضي فانا بقى هصحى. احنا محتاجين مبادره ثانيه لها علاقه بالتغذيه. اللي هو بقى دلوقتي طبعا الناس قاعده في البيوت لفترات طويله، فمحتاجين مبادره
لعمل برنامج غذائي للأسرة، بحيث ان هو يعني ما يساعدهمش على اكتساب وزن اكتر يعني. بالظبط بالظبط بالظبط، محتاجين فعلا مبادرة تانية لتنظيم الغذاء بالذات في الظروف اللي احنا فيها. على الاقل يعني نقدر نقول سريعا كده، بلاش الاكل قبل النوم بفترات. والنهارده بالذات، النهارده يوم الاكل العالمي يعني يوم الاكل العالمي. اه فبلاش يعني ناكل وننام على طول، يعني خلي مثلا الاكل النوم بعديه بساعتين. خلي وجبه الفطار وجبه صحيه، ما تبقاش وجبه دسمه. وجبه الغداء ما يبقاش فيها نسبه دهون كتير، نقلل السكريات على قد ما نقدر. ما يبقاش برضو النشويات بكميات كبيره، ونخلي اكلنا صحي يعني، ما يبقاش فيه مواد صناعيه، ما يبقاش فيه مواد حافظه. احنا نعمل الاساسيات دي الاول، الدهون نقلل من الدهون شويه، ونقلل المواد الصناعيه يعني. كل ما يعني اشتغل على الاساسيات الاول، بعد كده اتعمق بقى يعني، اقسم اللي انا عايزه. لكن ما ادوش دلوقتي اقول له يلا اعمل نظام غذائي وهو متعود على مواد صناعيه وحاجات كتيره، فهيبقى صعب بالنسبه له. فنبدا دلوقتي بنفسنا ان احنا نبعد عن المواد الصناعيه. طيب كلمنا اكتر عن المبادره دي، وازاي بتعملوها اونلاين حاليا؟ المبادره دي احنا بنشتغل بيها اونلاين، يعني مثلا عن طريق مثلا السوشيال ميديا، مواقع السوشيال ميديا بدون ذكرها، وممكن عندنا عادي السوشيال ميديا كلها معروفه خلاص يعني، عن طريق اليوتيوب. عن طريق اليوتيوب في فعلا قناه على اليوتيوب باسم عش رياضي. القناه دي بتحمل فيديوهات كثيره جدا رياضيه، ومش بس الرياضة، فيها ثقافة اجتماعية جميلة جدا ومعلومات عامة. وعن طريق برضو الفيسبوك، وعن طريق تويتر، وعن طريق انستجرام، عن طريق معظم مواقع التواصل الاجتماعي، وبرامج بقى الابليكيشنات اللي عن طريق جوجل بنقدر نتواصل مع اللعيبة، وبنعمل دعوة اللي يعني اللي عايز يشارك او يتمرن عن طريق اونلاين. احنا بس مش عايزين المنظر ده يحدث دلوقتي في الوقت الحالي، تجمع زي ده غير مسموح به. لا احنا بنعرضه بس عشان خاطر التدريبات قديمه دي، عشان خاطر بالظبط دي تدريبات قديمه عشان خاطر بس ايه يعني نفيدهم، لان في الوقت الحالي طبعا يعني يبقى في اللوكيشن متصور فيه يبقى كويس، ما يبقاش يعني في تدريبات هتلاقيها هنا برضو في اماكن مفتوحه. يعني الناس ممكن تفكر ان احنا بنبالغ، بس يعني احنا مش بنبالغ خالص. احنا يعني بناخد الاحتياطات بس، الاجراءات الاحترازيه، عشان ما يحصلش زي ما حصل في دول اخرى يعني، اتبهدلت فعلا. طبعا لما فتحوا قالوا نجرب كده نشوف الناس تنزل، وش في قلق في الوقت الحالي، في قلق من اللي المانيا عملته، ان هم يعني يعيدوا الحياه واحده واحده تاني. ده يعني في تخوف كبير من الخطوه دي. طبعا انا قبل ما اعيد يعني، احنا لو بنفكر في حاجه زي كده يبقى احنا لازم نصلح نفسنا الاول، لازم نهتم بصحتنا، نقوي جهاز المناعه. وبعدين انا دلوقتي عندي ما بنزلش، عندي حاجات كتيره ما بعملهاش، لا اقدر اشتغلها عن طريق الاونلاين، ومنها مثلا الرياضه اللي احنا بنتكلم عليها، اشتغل اونلاين خلاص، ما حصل خير يعني، خلاص حصل في البيت. هو ايه المانع ان احنا نمارس رياضه في البيت؟ بالظبط. طيب كده ده بيتطلب كمان ان احنا يكون عندنا بعض الادوات الرياضيه البسيطه اللي تساعدنا على ممارسه الرياضه في البيت. عايز اقول لحضرتك على حاجه، اتفضل. دايما وجود الحاجه قصاد عينينا بتحمسنا ليها. يعني مثلا لو عندك اي ادوات رياضيه وحطيتها قدام عينيك في مكان معين في البيت، هتلاقي نفسك تلقائي من وقت للتاني بتبدا تستخدمها. بالظبط بالظبط. احنا مش لازم نروح جيم ونرفع اوزان ويعني ونستخدم الادوات الرياضيه الثقيله عشان نمارس رياضه. بالظبط. فده اللي احنا عايزين ننقله النهارده للناس، ان هم يعني في البيوت ممكن ان هم يهتموا بممارسه الرياضه من خلال ابسط الادوات الرياضيه، وحتى لو ما فيش ادوات رياضيه يقدروا برضو يمارسوا رياضه. طبعا اقدر امارس رياضه من غير ادوات رياضيه، يعني في فيديوهات اللي اتعرضت من شويه تدريبات البطن من غير اي ادوات. بالعكس انا ممكن اعمل عامل مساعد عندي اخترعه، يعني لو مش قادر اعمل تمرين بطن ممكن اربط. زي مثلا التمرينات دي. دي تمرينات خاصه بالقطنيه وعضلات الظهر. مهمه جدا يعني، ما فيش اي ادوات خالص. ولا محتاج اي ادوات. وتدريبات البطن برضو مش محتاج ادوات، تدريبات الضغط مش محتاج ادوات. اي نوع عضلة عايز اشغلها عندي في جسمي اقدر اشغلها بدون اي ادوات، مش محتاج اي ادوات خالص. هو كل انه انتوا تقدروا تدخلوا على اي فيديوهات عن طريق اليوتيوب او اي مواقع التواصل، هتلاقي فيديوهات رياضيه كتيره جدا، واكتب اللي انت عايزه، التدريب اللي انت عايزه هيظهر لك، مفيش مشكله. وهتلاقي يعني شرح ناس بتشرح كتير جدا. يعني اي حد عايز يمارس رياضه ممكن يدخل مثلا على اليوتيوب يشوف البرامج الرياضيه، ازاي التمرينات
بيتم تنفيذها يعمل زيها. وطبعا كمان يعني في حاجة ممكن انها تكون بشكل جماعي، يعني في الاسره، داخل الاسره، ان الرياضه دي تمارس، فيبقى في عمليه تشجيع. يبقى فانا بدعو بقى اولاد، زي ما دلوقتي الصلاه في ناس كتير بتصلي بشكل جماعي في البيت، برضو ممكن يمارسوا رياضه بشكل جماعي. كل دي حاجات على فكره مزايا بنكتسبها في الوقت فعلا الحين. فلازم يبقى في دعوه، يعني احنا بندعو اولياء الامور او ندعو الابهات والامهات في البيت ان هم يمارسوا الرياضه مع ابنائهم. بره في الدول الغربيه لما بيجي طفل صغير بيمارس الرياضه داخل الصاله او الاكاديميه او اي مكان، الاب والام بينزلوا يمارسوا الرياضه معاه عشان يشجعوه.